للمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا هاتفيا اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات. سيادة اللواء، بعد تحية، توجه مخلص تمضي به الدولة المصرية لتعميق توطين التصنيع المحلي، برأيك يعني ما أهمية هذا التوجه في هذا التوقيت تحديدا بالتوازي مع حرصها أيضا على استخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالتحول الرقمي في هذا الصدد؟ أنا برحب بحضرتك أستاذ ريهام وبمشاهدين التلفزيون المصري الكرام، وبقول لحضرتك النهاردة شرفنا بزيارة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الضيوف افتتاح المركز الرقمي لمصنع المحركات، وإن شاء الله هو ده الأول ولكن مش الأخير. احنا مستمرين إن شاء الله وحاطين خطة عشرية 2020 ل 2030 لتحويل مصنع المحركات يكون بالكامل مصنع مرقما. احنا النهاردة فندم بنفتتح المصنع رقم واحد في مصر، مركز تصنيع رقمي متكامل هيدخلنا عصر جديد في منتجات ما صنعناش في مصر قبل كده. حضرتك احنا بنتكلم النهارده في مجال الطرمبات، احنا نجحنا النهارده في تصنيع طرمبه الرفع الراسيه بتصرفات من 80 لتر ثانيه حتى 450 لتر ثانيه ورافع حتى 60 متر. احنا فندم النهارده ان شاء الله عندنا منتج جديد هنعلن عنه بعد شهر، هتكون الطرمبه المنشطره او السبليت كيس، وهتكون بتصرفات من 200 لتر ثانيه حتى 1000 لتر ثانيه برفع حتى 90 متر. بعد كده هنخش في الطرمبه الغطسه، يعني باذن الله في خلال شهور او سنوات قليله جدا هنستغنى عن المنتج الخارجي من الطرمبات نهائي. كمان يا فندم المكن ده بيدخلنا عصر صناعه اجزاء من الطائرات وهلاك الطائرات، عندنا فندم النهارده شركات عالميه، مثال شركه داسو الفرنسيه، ودي من كبرى شركات العالم في صناعه الطائرات العسكريه والمدنيه. النهارده احنا بنعمل بروتوكول تعاون معاها ان احنا نعمل لها ماشيننج لبعض اجزاء الطيارات سواء المدنيه او العسكريه، فداخلين يا فندم المكن الجديد ده عصر جديد في مصر ان شاء الله، ونتمنى ان تكون كل المصانع المصريه بهذا المستوى ونسبق كلنا مع بعض ونخش الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه ان شاء الله ونواكب التطور العالمي في التصنيع يا فندم. من ابرز الخطوات سياده اللواء التي اتخذتها الدوله لدعم التصنيع المحلي الرخصه الذهبيه، برايك ما هو انعكاس هذه الخطوه تحديدا على جذب المزيد من المستثمرين نحو اقامه المشروعات الصناعيه؟ طبعا يا فندم ده بيوفر لنا بيتيح لنا ان كل الشركات المحليه والشركات العالميه بتيجي تعمل معانا شراكه النهارده يا فندم. احنا كمان باذن الله هنخش الفترة القريبة عندنا بنصنعش في مصر الممبرين اللي هو بتاع محطات التنقية أو التحلية إن شاء الله يا فندم، في شهور عديدة في شهور بسيطة قريبة إن شاء الله داخلين مع تحالفات مع شركات أجنبية إن احنا نصنعها بحيث إن احنا نوصل بالمكون المصري لمحطات المياه ما يزيد عن 90% إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، كنت معنا هاتفيا على شاشة التلفزيون المصري، جزيل الشكر.